انا مش عايز اسيبكم وسعيد بيكم، وطبعا الكلام ده بيزعل ناس كتير، فالدكتورة مايا عايزة ان احنا نعمل اكتر، ويبقى الدكتور مصطفى عنده مشكلة لو عمل اكتر من كده. لكن احنا طبعا بالمناسبة ديت يعني احنا ما عندناش تمييز بجد، يعني احنا كمسؤولين يعني احنا مدام بتيجي قدامنا يعني النماذج اللي بتحتاجها، اللي بيحتاجها العمل، لان يعني كل الناس في مصر ناس كويسين قوي، المراه والرجل او السيده والرجل، احنا شعب عظيم وليه تاريخ كبير قوي على مر الاف السنين. واسمحوا لي اقول لكم ان احنا يعني يمكن ده شهر كريم والمناسبة جميلة جدا ان احنا نحتفل ب يعني بان احنا نقول لكل مرأة حتى لو كانتش موجودة معنا هنا وكل سيدة اعطت، يعني بنقول لها شكرا وربنا يجزيك خير ويديك الصحة ويوفقك، سواء كانت يعني صغيرة ولا كبيرة. وهرجع تاني اقول لينا احنا الرجالة يعني، وبعد بعض الناس يقول انت بتزودها قوي مع الناس، يعني والله العظيم انا ما بزودها، بس انتوا اللي مش عارفين ان انا مش بزودها، بس انتوا اللي مش عارفين ان ربنا طلب مننا ان احنا نحترم ونقدر ونخلي بالنا جدا من المرأة. المرأة كلمة مش عجباني يعني من الست يعني البنت الصغيرة لغاية لما تبقى في أي سن. خلي بالكم أنا ما بكلمش السيدات، أنا بكلم الرجالة، أنا ما بكلمش الستات خالص. وده مش زي ما الناس يقولوا أنت يعني على يعني موقع التواصل حرام عليك ما بيدخلوناش البيت مش عارف إيه. لا طبعًا معقول كده؟ ها؟ معقول كده؟ مش معقول يعني. لكن بيقولوا كده، بيقولوا أنت يعني مزودها. لا أنا مش مزودها. وإحنا كل اللي بنحاول نعمله، وأنا قلت الكلام ده قبل كده مرة واتنين، إحنا بنحاول يعني نوزن الحكاية. نوزن الحكاية. فكل التقدير والاحترام ليكي. وكان من كم يوم كنت عامل لقاء بعد الفطار كده، فحد منهم سألني يعني كانت سيدة يعني بتقول لي أنت ليه يعني ليه كده مع الناس يعني مع الستات يعني. فقلت لهم الواحد فينا مش عارف الكلام ده هيبقى مناسب يقولوا كده في المنصه دي ولا مش عارف. الواحد لما يبقى ليه بطن يعني بقى مش عارف يمشي تعبان يعني، ودي تقعد 9 شهور شايله وما بتنامش وتاكل شيء فربنا اللي قال هو رب قال حملته وهنا على وهن يعني. والنبي لما قال وصى قال له مين؟ قال له امك ثم امك ثم امك. طب ليه يعني هم دول بيتكلموا يعني انبياء الله بيتكلموا بالوحي يعني عن الله سبحانه وتعالى. فالفكره لما بنقول الكلام ده في مناسبه زي دي بناكد على معاني لينا كلنا.